تتنافس أهم الأفلام العالمية على المشاركة في مهرجان كان، وتنتشر سمعة هذه الأفلام بين ألوف محترفي عالم السينما الموجودين في المهرجان وفي سوق أفلامه. وضمن هذه المنافسة التي تفرض معايير عالية، تألقت الأفلام من الشرق الأوسط والمهجر في مهرجان كان هذه السنة. التقيت مخرجي هذه الأفلام وأحد النقاد، قدموا لي نظرتهم الخاصة. أثير جدل ويثار جدل كبير حول فيلم كشيش اللي هو بيتناول موضوعة المثلية. الحقيقة هو الفيلم يعني مش موضوعته المثلية، وإنما هي قصة، قصة مثل أي قصص الحياة، في هذا موجود ظاهرة موجودة في الحياة نفسها. هو حاول يقول هذا الكلام. في بعض الناس شافوا أنه هو يعني يغال في الأباحية، والوجهة النظر الأخرى اللي تقول أنه هذا الجزء المعروض هو جزء من نسيج العلاقة نفسها، عنده مادة درامية جيدة مبنية على كتاب، وبالتالي قدر ينقله بأدوات سينمائية جيدة وجريئة. البعض قد يعتبره وربما نسمع يعني تعبير بورنو أو غيره، والبعض الآخر لا، يشوف بأنه كان في جماليات، لأنه جماليات السينما تختلف عن جماليات الفيلم البورنو أو الأفلام الجنسية أو الأباحية. أنا أعتقد الغرب يريد يخلص من القصة، يريد يخلص من القصة المثلية نهائيا، وكأنه هناك اتفاق بين مفكريهم وبين الناس اللي يشتغلون على القصة أنه يجب أن ننتهي منها حتى ننتقل إلى نقطة أخرى، لأن أصبح من بالنسبة لهم شيء معيب أنه مجتمعات تدعي حرية الفرد وحرية الإنسان أن تبقى القضية يعني إشكالية. كشيش أهمية عمله تكمن أنا برأيي هو بهنانة، أنه هو يساهم في عملية التغيير الاجتماعي اللي جارية بالمجتمعات الغربية، باعتبار هو يعني جزء من هذا المجتمع وهو جزء من المجتمع الإنساني، فمساهمته تكمن هنا بالضبط، أنه هو له دور. بكرة إذا نحكي عن السينما إذا نفصلها، راح نقول أنه في مخرج من أصل عربي أو كذا ساهم أبدى رأيه في هذه القضية. أنا لو علي واحد من ضمنها أقول فيلم كشيشة يعني يستحق جائزة. كان قيس محقا بترشيحي لفيلم الأزرق هو أدفأ لون للفوز، والذي حصل فعلا على أعلى جائزة هي السعفة الذهبية أو البالم دور. في فيلمين بالحقيقة، في عمر وفي فيلم آخر الجزائري، واثنيناتهم يتناولون الهاجس التقليدي في التناول المشكلة المغاربية والمشكلة الفلسطينية، بمعنى أنه الفلسطيني ركز على قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبمنظور مختلف، والفيلم الجزائري ركز على موضوعات الهجرة والاختراب أو المنافي. فذول الموضوعين أخذوا يعني نقدر نقول عليهم تقليديات، ولكن الفيلم يعني امتازوا بجودة التناول وجودة المعالجة. Qu'est-ce que j'aille faire là-bas? Je parle même pas l'arabe. Pour les concours, comment tu vas faire? Je t'ai dit, je pars une semaine, c'est rien. Une slama à l'école. Tu vas l'envoyer lui? C'est pas parlant, on dirait Barry White en Kabyle. والفيلم الجزائري مولود في مكان ما لمحمد حميدي، هو يمتاز بمحاولة يعني محاولة قراءة الذين يولدون في بلد آخر من أصول المهاجرة وهم ما يعرفون البلد نهائيا، يعني هذا الجيل اللي خلينا نسميه الثالث الرابع اللي ما عنده جذور، يعني بمعنى أنه جذوره منقطعة. هسه البحث عن جذور يبدو القضية وهمية، أنه تجين تلقي الواحد بالقوة تخلقي له جذر، وهذا صعب. هو حاول يلقي القاسم المشترك الإنساني في المكان اللي ولد به والبحث عنه من خلال والده. مو أنا الجيري؟ Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? Je parle même pas l'arabe. Ça n'existe pas. أذهب الآن إلى لقاء مخرجي وممثلي فيلم آخر فاز في كان، هو فيلم عمر للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد الذي حصل على جائزة المحكمين. عم بحوس بضرب نبيت في الأوضة. قصة عمر مستوحاة من قصة أنا سمعتها من صديق مشابهة، مش نفس القصة طبعا.
وأنا كمان بحب فيلم الكرنك لعلي بدرخان اللي عمل في السبعينات بطولة سعاد حسني ونور الشريف. هدول العاملين يعني القصة الواقعية الفلسطينية والفيلم المصري هن اللي خلوني أكتب عمر. هذا الشيء كثير منيح بالكتاب. صحيح امبارح أنا شفته وأنا نازلة تحت. لا إن شاء الله. بس كان كثير يعني اشتقت لك. واه بوجع. الفيلم هو عن الحب، عن الصداقة، عن الثقة، عن الخيانة، عن المقاومة، عن الانتقام. أعتقد الخيانة يعني مش العمالة، هي جزء من الـ من الـ من الحياة، إنه ممكن الإنسان يوقع في مطبات إنه مجبور يخون. وبحاول طبعا طول الوقت والفيلم بحاول إنه ما يخونش. فعشان هيك يعني أنا شايف الموضوع الأساسي والثقة. اللحظة اللي الثقة تنهار المجتمع بنهار. حاليا في أزمة ثقة، وعشان هيك يمكن حاليا الفيلم له دور أهم من وقت تاني. تقريبا بالمجمل كل الأنظمة العربية مشغولة في كراسيها مش في تجلب الأمان لشعبها. يعني الشاب العادي والصبية العادية ما بتشعر في أمان. هذا الإشي بيخلق أزمة ثقة. إنسانية الجلاد خلينا نقول أخذتها من فيلم عطف الطيب البريء. محمود عبد العزيز بيشتري لبنته كمانجا أو جيتار وبعدها بروح بعذب يعني شباب يعني بريئين. وأيماتها لما شفت الفيلم يعني أنا حسيت إنه كل ما أعطيت وجه إنساني للشرير بالفيلم هذا بصدم المشاهد أكثر، وبيعمل الجريمة اللي هو بيعملها يعني أكبر، لأنه ببطل الإشي سطحي بصير الإشي طالع من واقع، وهذا بصدمك أكثر، هذا بيعمل لك انفعال أكثر. إنه اللي بيعمله يعني اللي بعذبه واللي بخونه واللي هن الناس عندهم أولاد وبحبوا أولادهم وعندهم مشاعر، وهذا بصدمك طبعا، بصدمك هذا الإشي. شو بدهم منك؟ بدهم اياني اسلمك. فكروا انك انت اللي قتلت الجندي. في عنا مشكلة كبيرة. في بناتنا خاين. مين اللي بالكتائب اللي عرف عن العملية؟ كل واحد فينا مشتبه فيه. مش معمول في الطريقة اللي يلقن فيها المضمون. وما اعتقدش انا رح اعمل فيلم مرة بحياتي انه المضمون يلقن. المضمون لازم يؤخذ وكل واحد هو اجتهاده. طبعا انا وظيفتي انه اخلق نقاش، سؤال اسال انه ايش رايك بالموضوع. في ناس ممكن يعني هذا الشيء يثيرها من هون او من هون مش مشكله، بس منيح خليني افكروا بالموضوع انه بالنهايه هو فيلم للشباب اليوم، يعني الشباب والصبايا اليوم اللي بنظري حتى لو ما عندناش مطلعين على سينما عالمية أو على لغات مختلفة بالسينما ممكن يحكي لهم. هذا إشي كثير مهم، يعني إشي كثير مهم إنه نحكي لشبابنا بلغة اللي هن يفهموها، لأنه إذا كان بدنا نتركهن لوالت ديزني، إنه والت ديزني الوحيد اللي بسليهن، فكيف بدك تتركي أنت، كيف بدك تمرر فكر أو نقاش وأنت بس بتناقش بالصلاة بصلاة المثقفين. فلذلك كثير اهتميت أنه الفيلم يكون فيلم يعني يكون ناجح مع الشباب، لأني عادة بروح لأفلام تجارية، وبنفس الوقت هو مضمون ومهم، يعني مهم يناقشوه. كتبت لك أنا كمان رسائل كثير من يوم المسجد. طلعت عارف أنا زي الشعراء، حياتي ما فكرت إن الحب ممكن أدي وجع.
سألت هاني عن خبرته في السنين الأخيرة في إخراج أفلام في هوليوود، وكان تقييمه لهذه التجربة صريح جدا. أحلى تعريف لهوليوود سمعته هو أنه هوليوود مملكة ظاهرية خيالية الكل بسعى أنه يكون فيها، واللحظة اللي بيكون فيها بيحلف مليون أيمان أنه ما لهش دخل. وهذا مظبوط، هذا هوليوود، أنه لما بتوصل للمكان يعني للمجموعة هاي بتعرف أنه قديش هو من برا كثير أتراكتيف وبالنهاية يعني مضمونه كثير سخيف وتجاري. مش معناته انه هوليوود ما بتطلع افلام مهمة، بيطلع كل ألف فيلم بيعملوه في فيلم بيطلع عظيم، جد بحكي نسبة مش بطالة واحد من الألف. الفشل أهم من النجاح، مرات الفشل أهم من النجاح لأنه بتتعلم من الفشل أكثر بكثير. ما أعتقد جزء من الفشل إنه أنا ما بعتش يعني ضميري، لأنه كان في علي عروض نعمل أغاني بس إنه بدك تتخلى عن أفكارك السياسية، كان واضحة يعني عروض بالحرف الواحد يعني إنه بنعمل أغاني بس تتخلى عن المواقف السياسية. يعني في ناس كثير سخفة مفكرين يعني إنه الناس بتنباع وبتنشرها. شو رأيكم نخدعهم نعمل لهم كمين؟ لساتنا بنحكي في بناتنا خاين، حاسين انه عملنا تاريخ. اول فيلم معظم التمويل من فلسطينيه، في البوست برودكشن فاندز من شركه انجاز اللي عندها علاقه مع مهرجان دبي. بدنا نشجع الفلسطينيين والعرب على شكل عام انه يستثمروا بشعبهم، وانه في عنا قصص لازم نحكيها، احنا نحكيها نفسنا، نكتبها وننتجها ونخرجها. يعني انه هذا اشي كتير مهم لنا كفلسطينية بس كعرب. استغلت عمر، ما حبيتش اعقد الشخصية، اعملها كتير افكر فيها كتير، عشان هيك حتى ما قبلتش اخد كتير اقتراحات وافكار من ناس تاني غير هاني، لانه لما بصير الاشي هون وبطل هون بطل في بصير لخبطة، بطل الشخصية واضحة. أيضا ضمن مسابقة كان فيلم My Sweet Pepperland للمخرج الكردي العراقي هينار سليم. قصة باران هذا الشاب، وقصة حب مع الممثلة قول شفتها فرهاني، كل هذا في الواقع كردستان اليوم، بالأخص كردستان العراق. كل شيء لازم نبنيها من جديد، مثل أمريكا في الأفلام الكاوبوي، أمريكا في القرن التاسع عشر، الطرق والجسور وبالأخص القانون، حتى القانون يطبق في كل مكان. ففي كردستان هذه هي التحدي الأكبر، القانون. يجب أولا يجب أن يكون هناك قانون، بعدين هذا القانون يجب أن تطبق. وأهم شيء اللي يهمني هو المرأة، أنا أحب المرأة، ولهذا أنا أريد أشوف المرأة مثل أي إنسان، مثل رجل حر. حرية المرأة يعني حرية الرجل، فكرة الحقوق الفردية الشخصية، الذي في هذه اللحظة غير موجودة بشكل جيد في مجتمعاتنا الشرقية. عندنا أمة وليس الفرد، الفرد لا عنده قيمة ولا عنده وجود، ولهذا الآلاف يذبحون ما حد ما يحكي. في مجتمعاتنا صعب الفرد يتصرف بمسؤولياته كفرد، ودائما إنسان ينتقد واحد يحبه. أي فأنا من الحب أنتقد، أنا أريد يصير أفضل. الشخصية تدعى باران، وهو رجل قوي وشجاع، وهو لا يقبل بأن يقمع الأغنياء أو زعيم القرية الفقراء أو أن يقوم بأعمال غير مشروعة، وهذه الشخصية شبيهة جدا بشخصيتي. أفضل السينما المستقلة الأوروبية أو الأمريكية من ناحية التمثيل بمهنية،
ولكن بالطبع الأفلام الناتجة من استوديوهات هوليوود تعطي الممثلين مكانة تخولهم اختيار الأفلام التي يرغبون التمثيل فيها. في بعض الأحيان أتساءل، هل اختيارنا للأدوار هو مصيرنا أم أن الأدوار التي نلعبها هي ترسم مصيرنا؟ ولكن أظن كما قال كركماز بأن هذه الشخصية تشبهه، فأتصور أنهم يختاروننا نظراً لما نحن عليه وأيضاً بحسب قدرتنا على التعبير عن شخصية معينة. بالطبع لا يمكنني القيام بدور للمرأة الضحية ذات الشخصية السلبية، لأن معظم الأدوار التي قمت بها هي للمرأة الضحية التي تسعى للخروج من حالة معينة وتتطلع إلى كسر القيود والتحرر، والنساء القويات لسنا بسلبيات، بل يريدنا التغيير ويريدنا أن يصبحنا متفردات. وتفرد المرأة أمر صعب جدا، وخاصة حاليا في الشرق الأوسط. فعلا هناك شبه بيني وبينهن، فعندما غادرت إيران الكل قال بأنني سأكون دائما تلك الفتاة القادمة من الشرق، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن العالم أصبح قرية صغيرة. ففي فرنسا سترى حيثما تذهب أناس من مختلف الجنسيات يعيشون سوياً، ولهذا الأدوار النمطية لا تعني شيئاً في هذا الزمن.